نون التواوس ملكامون النكارة ديناتشن النوك اللبن عدرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لبولد فيلم أيتن إن لك سلن لبولد تاريك أنببن إن لك سلن يافك أرنوسو سيكدان إن لك سلن لتلايو دنياوي نقروج إن لك سلن الله سبحانه وتعالى فراجع أسلك سونال የወንጀላችን መብዛት አሳስቦን ያውቃል የቀብር ፈተና ጭንቀት አሳስቦን ያውቃል የጉዟችን ረቀት የስንቃችን ማነስ አሳሰበነ ስለሞት ሲወራ ጆሮአችንን እንደፍናለን አይናችንን እንይዛለን ሞት ግን አልቀረልንም አዎ መንገደኞች ነን سانفلق اندمتان سانفلق انهي دالن وددنم تلانم عندكن اهون كاكوام نبات مدروست ياندان داچن انقبالن ياني زاري كتوات اسكماتا يلفان اللت ودقزياتشنن ياكات اللن اللت يالك اسن اللت كسوشقار يتبالن اللت كصلاتاتشن يازناقان اللهن ياسرس عنقر هلو كانتون دنبرا ان الردالن يعني ولتينيا چانس يلن بيتسب زنا حبت سلطان زاري تمكان باتشو نقروش هلو ايتاكمونا ميست ليلا تاقبالج حبت وراش يكفلوال سراو اي قررتن ليلا سووي تكبتل دنياوي نقروش اللو زاريك الله يزناقون كعبادة يزناقون نقروش اللو كبروست اي تقون لزيهم رسولاتشن عليه الصلاة والسلام ارادا بلو مالت راسون كحرام تبقو كموت بوهالا لالو هيوت يسرانو يالون كموت بلعي من مكاري الله ودا جوجي مجينو ودا الله يمن ملسو تالع نجا اسك نجا لما قويتا جن لما درا جن من واستنا الله ودا جوجي قجت اما يتاكم باتك ان كممت اتوا بفيت ودا الله ان ملس يا جماعة الخير الله يكرباي ازاينو كينيا يميت أبك أو بتتت ممّل سنة كتّمالت بجانو موت سايك أرمن كالله قر إن التارك موت انتفر الله جهندي يهونا سوي عندن أبات تيّكو يبي تسبه أبالات سنتناجو سواتناجو ألو عمستو بجاناجو هزي يميت تايو ألو ሁለቱ እዚያ ዛፍ ስር ናቸው አለው ሰውየው ዛፉ ስር ሄዶ ሲመለከት ሁለት መቃብሮችን አየ ከዚህ አባት ሐሳብ የተረዳው ነገር ቢኖር ሞት ከቤተሰቡ እንዳልቆራረጠው ነው አዎ ሞት ዞር ማለት ነው ከአንድ ሁኔታ ወደ ሌላ ሁኔታ መሸጋገር ስለሆነም كبيتسب قطر اي كنس تفتو مكرتم اي دلم وحلالي مجنانيت علنا ودى الله يهيد سو كعند علم ودليل علمنا يتشكاكرو ودى السو لهيد امانيم واندمم هنا اهت مفرات يلبنم مكنياتم
አላህ እኛ ለራሳችን ከመናዝነው በላይ ለኛ አዛይ ነውና ከሞት አንጻር መጥፎን እያሰቡ መደናገጥ መባነንና ተስፋ መቁረጥ አይዋጣ። ባይሆን የሚሻለው ሞትን ማስተውሱ ነው። አለመርሳቱ ለበለጠ ሥራ ያዘጋጀናል። ለውጤታማነት እንድንተጋ ይገፋፋናል። ተቻችለን ተፋቅረን ይቅር ተባብለን እንድንጓዝ ያደርገናል። ሞትን ሳስብ ሶስት ነገሮችን አስባለሁ። አንደኛ አላህን የምገናኘው ምን መልካም ሥራ ይዤ ነው። ሁለተኛ ምድርን ከለቀቅኩ በኋላ ሰዎች እኔን ሊያስታውሱበት የሚችሉ ምን ቁም ነገር ሠራ። ሦስተኛ ምድር ላይ ሞትን ሳልፈራ እንዴት ደስተኛና ውጤታማ ሆኜ መኖር እችላለሁ። የሞቱት ሰዎች ከኛ ተለይተው ሳይሆን ገለል ብለው ከአንድ ፌርማታ እየጠበቁን ነው። አላህም ሰማዕታትን ሲገልጽ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون بنزيام كوهلاچو گنا بنرسو بالتكتلوت بنرسو لاي فرحات بالمنورنا انرسوم يما يزنو بمهوناچو يدستال كيلال انكصوا بهولت ملكو لتترقم تچلالچ عندم مواج ደጋጋማኞች ወንድሞቹን በመቃብር ውስጥ ስለሚጠብቃቸው ጸጋ በማሰብ ይደሰታል። ወይ ደግሞ ምድር ላይ የቀሩ ወንድሞቹ ከርሱ አንጻር የሚሰሩት መልካም ሥራ ዜና በደረሰው ጊዜ ይደሰትባቸዋል። በነገራችን ላይ ሙታኖች በእኛ መልካም ሁኔታ ላይ መሆን ይደሰታሉ። መቃብር የገባ ሟች የወዳጆቹ ሐዘንና ለቅሶ እንደሚያሳምመው ጭምር ይነገራል። በዚህ ዙሪያ የኢስላም ሊቃውንት ብዙ ጽፈዋል። በተለይ ኢብኑ አልቀይም ሩህ በተሰኘው መጽሐፋቸው አጃኢብ ያወጋሉ። ሞት ማለት መኖሪያ መቀየር ነው። ጊዜያዊውን ቤት በዘል ዓለማዊ መቀየር። ትርጉሙ ይህን ያህል ቀላል ነው። ልንጠላውና ልንፈራው አይገባም። ደግሞም ከዓይናችን ከራቁ ወዳጆች ጋር ያገናኘናል። ለዚህም ነው ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ሞት አፋፍ ላይ ሆነው ነገ ከወዳጆች ጋር እንገናኛለን ከሙሐመድና ባልደረቦቹ ጋር የሚሉት። ሙእሚን ሞቱ ግር ነው። ነፍሱም ስትወጣ ከቅቤ ውስጥ ጸጉርን እንደ መምዘዝ ያህል ቀላል ነው። የሞት ስካር የሚጠናው በአመፀኞችና ወንጀለኞች ላይ ነው። ባይሆን መሞት ማለት ምድር ላይ ያለ ዓላማና ያለ ሥራ በመኖር ዕድሜን በከንቱ ማሳለፍ ነው። ሞት ከአላህ ርቆ አንድም ቀን ለሱ ሳይሰግዱ መኖር ነው። ሞትን የሚፈሩትም ያጠፉት ናቸው። ያልሰራ ይፈራል፣ ያጠፋ ይሸሻል፣ የተሰጠውን የቤት ሥራ ያላጠናቀቀ ይጨነቃል። በሌላ በኩል ደግሞ በሕይወት ላሉት በጎ እንደምናደርግ ሁሉ የሞቱትንም መርሳት የለብንም። ስማቸውን በመልካም ልናወሳ ይገባል። በዱዓ በምጽዋትና በሌሎች መልካም ነገሮች እናስታውሳቸው። አላህ ሙታኖቻችንን ይማርልን። ከፊሉ ከሰልማን አልዓውድ ሐሳብ የተወሰደ ነው። ከወለደችን እናታችን በላይ እንደሚያዝንልን ነግሮናል። ወላ ተይአሱ ላ ተቅነጡ ላ ተሂኑ ላ ተሐዘኑ አብሽሩ ብሏል። እናም እንሰራለን፣ እንተጋለን፣ እንጥራለን፣ እንሞክራለን። በሱ ቃል ኪዳን እናምናለን። በሱ ላይም ተስፋ እናሳድራለን። ያዝንልናል፣ ያልፍልናል።
يمرنال بلن الناس بلن سلزي يمن حزن يمن جنكت ورجوجي أبشو أتجنكو أبشرو يالوت ملك تين يوناتشو أيزواتشو يميلون نبياتشن عليه الصلاة والسلام ناتشو ديناتشو قرنو بلوال أملاكاتشو شرنونا ستلمنوت بارو جاتشوهن أيمن لساتشوهن بلوال كلبو لا إله إلا الله يالا بكت تا جنة قبا بلوال إنام يجالات جهوتن يحل الله انفرو يجالات جهوتن يحل تارو يقرالات جهون يحل موكرو ترو تناغرو ترو سرو ككنم كلليتم بعبادنا بدعا برتو وككلن ينا ميزانوي هنو اتسنفو دمبر اتلفو أبشرو تدنا لاتشو عايزواتشو جنة تقبال لاتشو إن شاء الله كاسباتشو بيت تدرسال لاتشو إن شاء الله أبشرو الله بسمانو يمن التقم يرقن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.